قاسم مجلس الحكومة ووزع على المهام بين الوزراء كل في اختصاصه، وكذلك بحكم أن وزير العدل هو الوصي على المندوبية الوزارية باسم الحكومة المغربية، مشينا لجنيف حضرة أعضاء من لجنة العدل والتشريع، وكانت مناقشة الأمم المتحدة مفوضة حقوق الإنسان المغرب في هذه المجالات نفسها، وحاسبتنا وراقبتنا في هذه المجالات هذه، وآخرها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وكان قبل تمييز ضد المرأة وكانت الطفولة وكانت إلى آخر ذلك، وكلها وجدنا فيها تصورات مشتركة، وعندنا برنامج عمل الآن باش نحول واحد جوانب التوصيات والملاحظات التي قدمت لنا من طرف الأمم المتحدة اللي غندخلوها في خطة العمل، تجديد ديال خطة العمل حتى نقوم بتنفيذها وتطويرها لشيء أفضل. حقوق الإنسان ما فيهاش مكتسبات، حقوق الإنسان دائما كتحتاج إلى التطوير وكتحتاج إلى التعامل معها بحذر، لأنه ثقافة حقوق الإنسان هي الحاجة الوحيدة اللي كترجع فيها غدا. هذه هي المشكلة، خص دائما يكون حاضر وتكون تتراقب وتكون تتبع وتكون تلاحظ إذا كان شي تصرف. كذلك نريد أن نحضر القضية ديال الخطة الوطنية، أن نحضر التشريع، حيت كنا كنديروا التشريع وخاصة في المجال الجنائي وفي مجال المسطرة الجنائية حاضرة بقوة، في المجال الجنائي حاضرة بقوة، في المجال ديال مدونة الأسرة غتكون حاضرة بقوة. كل هذه الأمور هذه كتفرض أنه هذه الخطة الوطنية اللي حنا كنا كنهضروا في هذه السنوات خصنا نحولوها الآن إلى ممارسة عملية، إلى نصوص جنائية وإلى نصوص قانونية وإلى نصوص ضمن الأسرة، باش نعطيوها القيمة ديالها ونعطيوها المفعول ديالها، أما فقط نحملوها كشعارات راه ما بقاش المجتمع الدولي كيقبل باقي انك تحمل الشعار، تقول لك مزيان الشعار ديالك مزيان ولكن اش درتي على مستوى الممارسه؟ علما بانه على المستوى الدولي ولاو كيسيسوا حتى حقوق الانسان، ولكن هذاك مشكلتهم، ولكن خصنا نعرفوا بان الان ولاو كيحاسبونا على الممارسه ما بقاش كيحاسبونا على الشعارات والبيانات والمواقف اللي كنديروا. الخطه الوطنيه للديمقراطيه العمل، الديمقراطيه في حقوق الانسان قلتوا عليها في البرنامج الحكومي، ان هناك حاجه ملحه اليوم الى تحيين خطه العمل الوطنيه في مجال الديمقراطيه وحقوق الانسان. بهدف تطويرها وتجويد محاورها من أجل تقوية مسلسل الإصلاح السياسي في بلادنا وضمان فعالية حقوق الإنسان بكل أجيالها تعزيزا لدينامية الوعي بحقوق الإنسان بلادنا. 3 سنوات سيد الوزير، ما اجتمعت لجنة الإشراف، ما اجتمعت أي آليات، ما صدرت بلاغ، ما قلت حتى حاجة. هذا كلام اللي قلته جميل عرضاني، كنت تكلموا على واحد الوثيقة اللي واحدة من الوثائق الهامة ديال بلادنا، بعد الوثيقة ديال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والأرضية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، هذه وثيقة وللأسف السيد الوزير حزبكم تيعتبر هذه الوثائق ثلاث من مرجعياته، كان مفروض أنكم تحرصوا على أن هذه الوثيقة هو المكانة ديالها، ديروا غير بلاغ واحد النهار اجتمعتوا، قلتوا هذه الخطة، ما عمرو كان، حتى شي إجراء 3 سنوات ما خديتوه في هذه الوثيقة المرجعية والمهمة في تاريخ بلادنا واللي كانت أعطتنا نقاط في مصاف الدول الديمقراطية. كنلتمس منكم السيد الوزير أنكم تحرصوا على هذه العملية. شكرا السيد الوزير. ناقشناها وهيئناها إلى آخره. من بعد ذلك السي بني الله ولي برحمته الله عقد اجتماعا مع المسؤولين الوزاريين في هذا الموضوع هذا. بعد جا المرض ديالو مشى للمستشفى. وانا عندي حساسيه مع المندوبيه لان كنبغي نعطيها الحريه ديالها في التصرف بكما تريد، رغم انني الوزير الوسيط وشرفوا على ادارين عينت الكاتبه العامه اخيرا وشرفوا عليها وزاريا، ولكن عندي مجال اخر فقط في المجال حقوق الانسان وهو المجال ديال التقارير اللي كتقدم في الامم المتحده. الان هذاك النص راه كاين، ما درنا اجتماع ديال التقييم في الحقيقه ما نخفيكم سرا. العمل ديال حقوق الانسان وحتى التقرير اللي فيه مجموعه ديال القضايا، ولكن على مستوى العملي راه خصنا نخرجوا ونديروا عمليا، ماشي غير نجتمعوا عليه ونتذكروا فيه ونضروا فيه، خصنا نخرجوا ونديروا عمليا. وديما كطرح لهم هذا السؤال، هذه الخطه الوطنيه ما هي القرارات والتوصيات والتوجيهات اللي خصني ندير؟ ماشي اللي خصني نقرا وخصني نزيد فيها. لذلك اللجنه الوطنيه ماشي باش نعقدها، كنتسنى التعيين ديال السيد المندوب الوزاري ونخلي له هذا المجال، لان خص استمراريه خارج العمل الحكومي. انا اليوم وزير غدا ما يمكنش نكون وزير، ولذلك خص المندوب الوزاري اللي هو عنده الاستمراريه في هذا العمل هذا هو اللي يشرف على هذه العمليه هذه، لان قضيه حقوق الانسان ماشي قضيه وزاره ولا حكومه، قضيه حكومات ووزاره. حنا دوزنا 50 60 سنه الان باش درنا ثقافه حقوق الانسان وشدنا الانصاف والمصالحه، الدوله استمان وكان يمشي للاعدام وكاين كذا واش وقع في التحاديل واش وقع في غير التحاديل، كلشي هذا الشيء كفرض علينا انه نعرف ان ثقافه حقوق الانسان خصها واحد الديمومه اللي كتقوم بها مؤسسات معينه بحال المندوبيه الوزاريه. لذلك حنا مسكين.